عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة أم نورهان. اليوم جيت معكم لسوق ولاد ميمون. هذا المعرض هو معرض ولاد ميمون كما كتشوفوا. كل شيء بخمسة دراهم، خمسة دراهم فقط. انطلعوا. هانتوما كما كتشوفوا معايا شامبوانات، كلشي هاد المنتوجات خمسة دراهم. كل شيء خمسة دراهم. حتى منتوجات ديال التجميل كل شيء بخمسة دراهم. خمسة دراهم. فيهم شكلات مزيونين بزاف. كان حتى هاد الشكل ديال الاناناس. طاسات توما خمسة دراهم. أشكال خمسة دراهم لكل وحدة. أشكال وألوان في الطاسات. صراحة كل شيء زوين. كلشي الصراحة رخيص ومزيون خمسة دراهم. جميع المنتوجات
لوازم التنظيف. المريشمات ديال الحلوى اشكال مزيونه، اشكال مختلفه. المول العجيب في الحجم الصغير. دراهم. لوازم الطبخ. لوازم ديال عيد الميلاد. الشموع بالحروف والأرقام. هي 5 دراهم مكتوبة. وهكذا وصلت معكم لنهاية هذه الحلقة. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. خمسة درهم لالا شنو دورو، كل حاجة كل مودي 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم.